في إطار تطبيق مقتضيات القرارين الوزاريين المشتركين رقم 2/2020 الصادر بتاريخ فاتح يوليو 2020 والمتعلق بالإعفاء الجزئي من دائرة التأخير والغرامات ومصاريف تحصيل ديون فترة 2016 وما قبلها، رقم 4/2020 الصادر بتاريخ 25/2020 والمتعلق بالإعفاء الكلي من دائرة التأخير والغرامات ومصاريف تحصيل ديون فترة يونيو 2020 وما قبلها لصالح المقاولات المتضررة جراء جائحة كوفيد-19. وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رهن إشارتكم فضاء جديدا خاصا بالتحصيل على بوابة ضمنكم، وذلك قصد تمكينكم من تقديم طلب الاستفادة من الإعفاء المستحق. يقدم لكم هذا الشريط دليل استخدام فضاء التحصيل. من أجل الولوج إلى فضاء التحصيل عليكم الدخول إلى بوابة ضمنكم ثم اختيار فضاء التحصيل، كما يمكنكم أيضا الولوج إلى الفضاء مباشرة عبر الرابط ضمنكم.ma/recouvrement. بعد ذلك يتعين عليكم إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بحسابكم ضمنكم. بعد الدخول لفضاء التحصيل عليكم النقر على الزر طلب جديد من أجل طلب الخصم. في حال توفركم على حساب المجموعة سيعرض عليكم فضاء التحصيل لائحة المقاولات التابعة لمجموعتكم، عليكم اختيار المقاولة موضوع طلب الإعفاء. إذا كانت مقاولتكم قد تضررت بفعل الأزمة الصحية كوفيد-19 فإن فضاء التحصيل سيدعوكم لأداء ديونكم في إطار الإعفاء الكلي المتعلق بالفترة يونيو 2020 وما قبلها، وإلا فإنه سيقترح عليكم الإعفاء الجزئي للدين المرتبط بالسنوات 2016 وما قبلها. إذا اقترح عليكم فضاء التحصيل الاستفادة من الخصم المتعلق بالسنوات 2016 وما قبلها وتؤكدون أحقية مقاولتكم في الاستفادة من الإعفاء المرتبط بفترة يونيو 2020 وما قبلها، فإنه بإمكانكم وضع شكاية عبر هذا الفضاء عن طريق النقر على الزر Je réclame l'éligibilité à la remise juin 2020. ستتم معالجة شكايتكم من طرف لجنة مختصة وستتواصلون بمآلها عبر البريد الإلكتروني. إن مراحل المعالجة التالية صالحة لطلبات كلا الإعفاءين. بعد التأكيد سيظهر لكم الفضاء نوعية الإعفاء المستحق والدين الإجمالي موضوع الإعفاء على الشكل التالي: أصل الدين، دائرة التأخير والغرامات، وصوائر التحصيل. بعد ذلك يمكنكم اختيار طريقة الأداء التي تناسبكم، إما أداء كلي أو أداء عبر أقساط. من خلال اللائحة المتوفرة يمكنكم اختيار واحد من الحسابات البنكية المصرح بها من طرفكم لدى بوابة ضمنكم ثم اضغطوا للتأكيد. بعد تأكيد طريقة الأداء الكلي ورقم الحساب البنكي يمكنكم فضاء التحصيل من الإطلاع على المبلغ الواجب أداؤه مع نسبة الخصم المحددة حسب نوعية الإعفاء. من أجل التأكيد على الأداء الكلي يجب الضغط على الزر Accept المتعلق بالشروط العامة للاستفادة من الإعفاء مع الأداء الكلي، ثم عليكم تأكيد طلب الإعفاء. في حالة الأداء الكلي سيتم الاقتطاع البنكي في اليوم الخامس من الشهر الذي يلي تاريخ تأكيد طلبكم. أما في حالة اختيار الأداء عن طريق الأقساط يجب إدخال المعلومات التالية: مبلغ التسبيق المقترح وعدد الأقساط المطلوبة، ثم اضغطوا على زر Simulate. سيظهر لكم فضاء التحصيل خلاصة الأقساط ونسبة الإعفاء المسموح بها. من أجل التأكيد على الأقساط المختارة يجب الضغط على الزر Accept المتعلق بالشروط العامة للاستفادة من الإعفاء مع الأداء بالأقساط، ثم عليكم تأكيد طلب الإعفاء. في حالة الأداء عن طريق أقساط يخبركم فضاء التحصيل أن طلبكم قد تم أخذه بعين الاعتبار وأن الاقتطاع البنكي سيتم في اليوم الخامس من الشهر الذي يلي تاريخ تأكيد طلبكم. نشكركم على انتباهكم. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ملتزمون بحمايتكم.